الكاميرا الإخبارية تواكب جوانب مختلفة من أنشطة أهالي حلب الصامدين في وجه الإرهاب. عمليات لرجال الجيش في الجبهة الجنوبية من دير الزور باتجاه الكمائن المتقدمة على جبال الثردة. بوتين يوعز بمواصلة العمل مع الأمريكيين بشأن سوريا، وموسكو تكشف أن الإرهابيين يعدون لاستهداف حلب بأسلحة كيميائية. نشرة 12 ظهرا من الإخبارية السورية في دمشق، وإلى التفاصيل. تحقق وحدات من الجيش العربي السوري تقدما في حلب وريفها، وتسيطر على مناطق جديدة بعد دحر الإرهابيين منها، ولا سيما حي الفرافرة قرب قلعة حلب. ووثقت كاميرا الإخبارية تقدم الجيش في الحي المذكور. مراسل الإخبارية السورية وليد هناي والتفاصيل. هذه المناطق التي تقدمت فيها أبطال الجيش العربي السوري هي تحتوي على عدد من السراديب داخل الأرض، إذن الاشتباكات أتت على أعنفها بين أبطال الجيش العربي السوري والإرهابيين. امتازت وحدات المشاة بقوات النخبة، القوة الأساسية التي كان لها الدور الأكبر بالاقتحام بعد عدد عمليات أتت عبر كثافة نارية باتجاه معقل الإرهابيين في المدينة القديمة. عملية التحرير هي بدأت من هذه النقطة باتجاه حي الفرافرة، هذا الحي الذي يعد ملاصق لقلعة حلب ويقع شمال غرب قلعة حلب. وصولا إلى الداخل الجيش العربي السوري دخلوا بكل قوة، كسروا خطوط الدفاعية للمسلحين. بدأت العمليات ضمن المدينة بعد أعطاء فرصة للمسلحين لفترة طويلة من زمن لمن يريد أن يسلم نفسه إلى حواجز الجيش العربي السوري، ولكن دون أي جدوى. الآن بدأت العملية بأخذ الجزء الجنوبي الغربي من حي الفرافرة والاستيلاء على هذه الكتل، والعملية مستمرة إن شاء الله حتى تحرير كامل الحي. عمليات الجيش العربي السوري أتت مفاجئة ومباغتة باقتحام حي الفرافرة، لا سيما بأن هذه العملية هي ستتيح التقدم باتجاه باقي الأحياء المدينة القديمة. وليد هناي، الإخبارية السورية من حي الفرافرة المدينة القديمة. ونبقى في حلب أيضا، حيث استهدف الجيش العربي السوري الإرهابيين على أكثر من محور وحقق إنجازات مهمة. التفاصيل في هذا التقرير. عمليات متواصلة تنفذها وحدات الجيش العربي السوري بمختلف محاور الاشتباك، وإنجازات متواصلة يرسخها أبطال الجيش في حلب كما على مختلف الجبهات. يسقط الجيش رهانات العدو، ضربات جوية مركزة نفذها سلاح الجو على تجمعات ومقرات وتحركات الإرهابيين في خانطومان، معراتة، غرب دارة عزة، غرب قبطان الجبل، كفر حمراء، حريتان، بابيس، في حلب وريفها. تطور يأتي بعد ساعات على استعادة وحدات من الجيش والقوات المسلحة السيطرة على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب بالكامل بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين. تطور في المشهد الميداني يضاف إلى سلسلة الخطوات الثابتة التي يرسخها الجيش. محطات كثيرة شهدت اندحار التنظيمات الإرهابية على وقع عمليات الجيش، السيطرة على منطقة الكليات العسكرية وتحرير حي بني زيد الذي كان يشكل منطلقا لاعتداءات التنظيمات الإرهابية على أهالي حلب الآمنين. انتصارات تتوالى سبقتها مواقع كثيرة
شهدت تقهقر الإرهابيين المدعومين أقليميا وغربيا تحت ضربات الجيش. معركة مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي حملت معها دلالات كثيرة، كما كل المعارك التي خاضها ولا يزال الجيش. خطوات متكاملة تستمر على الأرض تنفذها وحدات الجيش العربي السوري التي تواصل عملياتها على مختلف الجبهات في حلب الصمود التي أفشلت ولا تزال رهانات الأعداء. مدينة حلب وريفها التي تمثل ثقلا كبيرا في معادلة الحرب والتي ترمقها عيون الأعداء الغادرة، رسخ فيها الجيش مدعوما بالجماهير أسطورة الصمود الخالدة. ولمتابعة آخر التطورات معنا وليد هناي من حلب لنسأله عن العمليات باتجاه الأحياء الشرقية. وليد، وماذا عن سلاح الجو، كيف يبدو حضوره؟ نعم، حياكم الله زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية. بطبيعة الحال الجيش العربي السوري يستمر في عملياته على محور الأحياء الشرقية من مدينة حلب، هذا المحور الممتد باتجاه عدد كبير من المناطق، وذلك بعد إعلان قيادة العمليات العسكرية في مدينة حلب إعلانها اقتحام تلك الأحياء، لا سيما بأن سلاح الجو له الدور الأكبر حتى اللحظات في التمهيد الناري باتجاه الأحياء الشرقية على طول المحور الممتد باتجاه معاقل الإرهابيين في بستان القصر وصولا إلى الصالحية الشعار وعدد من النقاط الأخرى في تلك الأحياء. والعمليات التي تأتي من قبل أبطال الجيش العربي السوري هي تتطلب الحكمة والشراسة، وبالأخص في المدينة القديمة، وبعد السيطرة على حي الفرافرة الجيش العربي السوري يتجه باتجاه عدد من النقاط الأخرى في المدينة القديمة. ولكن هنا نتحدث بأن الجيش يخوض أشرس المعارك، كون الجيش يدخل في عمق الإرهابيين، يدخل عبر الحواري الملاصقة لبعضها، يدخل في طرق هي تقع تحتها سراديب. بطبيعة الحال الجيش العربي السوري عندما يقتحم المنطقة يقوم بتأمينها، ووحدات الهندسة تقوم بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي تزرعها الإرهابيين. بالحديث أكثر باتجاه المدينة القديمة والجيش العربي السوري الذي ينفذ عدد من الطلعات عبر سلاح الجو باتجاه معاقل الإرهابيين في محيط حي الفرافرة باتجاه منطقة باب الأحمر ووصولا إلى باب الحديد، الغاية من هذا الموضوع تضييق الخناق بشكل أكبر باتجاه الإرهابيين في المدينة القديمة وتأمين قلعة حلب بشكل أكبر عبر السيطرة على حي الفرافرة الذي يعني يقع شمال غرب قلعة حلب، لا سيما بأن هذه العمليات تأتي باتجاه الإرهابيين في المدينة القديمة، تأتي يعني تضييق الخناق بشكل أكبر على الإرهابيين وتوسيع نطاق السيطرة لأبطال الجيش العربي السوري. أما فيما يخص واقع الغرب من مدينة حلب ومشروع 1070 شقة، هنا نتحدث بأن عمليات كر وفر هي تحدث باتجاه هذا المشروع، لا سيما بأن الاشتباكات تأتي هي مواجهة بين أبطال الجيش العربي السوري والإرهابيون عبر الأسلحة الخفيفة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. ونتحدث بأن الجيش العربي السوري هو تقدما ملحوظا وسيطر على عدد من الكتل والأبنية في مشروع 1070 شقة، لا سيما بأن هذا التقدم يأتي في الليل كون سلاح القناصة للإرهابيين هي متواجدة، والجيش العربي السوري يرصد أيضا تحركاتهم في ذلك المحور، وكان يوم أمس حافل باستهداف لرتالهم ولعرباتهم باتجاه 1070 شقة عبر استهدافي عبر سلاح الجو، وأيضا يعني تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح ومقتل من بداخل تلك العربات. على العموم العمليات هي مستمرة على صعيد كافة المحاور، لا سيما الجنوب والجنوب الغرب من مدينة حلب أو باتجاه الأحياء الشرقية باتجاه الشيخ سعيد وهذا الحي الذي كنا قد تحدثنا عنه ونتحدث بأنه يعني يشل حركة المسلحين عند السيطرة عليه في الأيام القادمة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، كون الجيش يدخل في عمق الإرهابيين ويفصل فيما بعضهم بالأحياء الشرقية من هذه المدينة. هذا كل ما لدي ميدانيا حتى اللحظات. العودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية. وليد هناي، شكرا جزيلا لك مراسلنا من حلب على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالشأن الميداني.
وفي خطوة للتغلب على تداعيات استهداف الإرهابيين للمعامل في حلب، تستمر ورش الخياطة بإنتاج الألبسة، ولا تزال مهنة الخياطة والتطريز من المهن التي تؤمن مصدر عيش لآلاف الأسر، وتصدر بعض الورش منتجاتها لعدة دول. كاميرا الإخبارية بالتأكيد تتابع جانبا من ورش الخياطة. هي العاصمة الاقتصادية لسوريا، وهم الذين ضاهت جودة ما يصنعون أهم الماركات العالمية. هي حلب التي تعرضت لتخريب واستهداف مقصود وعادت لتحيا، وهم أهلها الذين سرقت معاملهم ونهبت حقدا على منتجاتهم، سواء في حلب القديمة ومعامل الليرمون والشيخ نجار، لتترجم إرادة الحياة والإنجاز إلى ورشات صغيرة ضمن حديقة المنزل أو ضمن محال لا تزيد مساحتها عن 100 متر. نحن هون من حلب ما من عيفة، يعني الحمد لله رب العالمين، في شغل وفي كل شيء الحمد لله رب العالمين. صحيح الظروف صعبة، بس الحمد لله رب العالمين، يعني عايشين وعم نشتغل وحمدين الله وشاكرينه الحمد لله. نحن من حلب ما من فل، حصر بعين الكل الحمد لله رب العالمين. العمل هون مستمر بأصعب الظروف، ونحن مستمرين في العمل، وإن شاء الله الإنتاج للأحسن وللأفضل. على الرغم من تكاليف الحلول البديلة للحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، إلا أن ورشات الخياطة لازالت تؤمن فرص العمل للكثيرين، ولا تزال منتجاتها مرغوبة من عدة دول كالجزائر. نحن هون عم نشتغل قلابية نسائية زي هو زي جزائري، عم نشحن للجزائر. فنحن معملنا كان ضخم في المدينة الصناعية، بسبب ظروف الأزمة هاي وإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة اضطرينا نلجأ المناطق الآمنة الموجود فيها الجيش العربي السوري. ففتحنا معمل صغير بسبب قلة الأيدي العاملة، ورغم كل هالظروف نحن اللي عانيناها، نحن صامدين بهالبلد وعم نشتغل إلى جانب الجيش العربي السوري. تأمنت الكهرباء وتأمنت أمبيرات وتسهلت علينا الطرقات كلها بهمة الجيش العربي السوري اللي أمننا طريق حلب، وصلنا نصدر لباقي المحافظات. يوما بعد يوم يؤكد السوريون قدرتهم الفذة على الحياة من جديد، متسلحين بإيمانهم بانتصارات جيشهم الأبي على كامل الجغرافيا السورية. وكما هي ورش الخياطة وصناعة الألبسة، فأن كاميرا الإخبارية أيضا ترصد شهرة حلب في إنتاج وصناعة صابون الغار وتصديره لمناطق عدة. ترتبط صناعته واستخدامه بتقاليد وعراقة المدينة. إنه الصابون الحلبي، أبناء حلب صنع مهر لصابون الغار الطبيعي المكون من زيت الزيتون وزيت الغار الطبيعي. بالنسبة لصناعة الصابون، هي صناعة تقليدية بحلب، اشتهرت فيها حلب لعدة أسباب. والأسباب اللي اشتهرت فيها حلب لصناعة الصابون هو الزيتون، يعني مكونات الصابون هي صابون تقليدي، مكوناته الزيتون، زيت الزيتون وزيت الغار، هذا بيدخل بتركيب الصابون. أهل حلب طوروا المهنة التقليدية، وأصبح استخدام الآلة يسهل العمل، بالإضافة إلى إنتاج كمية أكبر. فصابون الغار الحلبي معروف عالمياً لما له من فوائد كبيرة، بالإضافة إلى رائحته العطرة. طبعاً هو بينطبخ في آخر السنة وبدل 7 شهور عم بيتيبس، بطريقة هندسية بيترتب وبيتيبس طبعاً، وبعدين بنعرض للبيع. كل ما قدم الصابون كل ما كان فوائده أكثر وبيخف وزنه أكثر. لا تقتصر الحرفة اليدوية في حلب على صناعة الصابون، فطبيعة الأرض المعطاءة تعطي أنواعاً أخرى من المواد الطبيعية المؤهلة لتكون أساس في مواد تجميل البشرة. الدريرة هي معروفة بحلب كتير، هي ترابة حلبية. وفي عندك البيلون، البيلون نحن بالنسبة للتطوير طورناه، عملنا مثل ماسكات للبشرة، بتنقي البشرة، بتشد البشرة، عملنا منه شامبويات، عملنا منه بلسم، بحيث أنه للقشرة، للشعر الدهني، كتير مفيد هذا. لحلب الخصوصية في إنتاج وصناعة صابون الغار، بالإضافة إلى صناعات أخرى اشتهرت بالمحافظة. فأبناء حلب عنوان لما هو فخر الصناعة السورية. وتشتهر حلب أيضا بصناعة الحلويات الفاخرة. كاميرا الإخبارية تتابع مع عدد من أصحاب الخبرة كيفية تحضير الحلويات. لم تمنع سنوات الأزمة أهالي حلب من الحفاظ على شهرتهم وتميزهم
في صناعة أفخر الحلويات المتقنة والمتوارثة جيلاً بعد جيل في فن سوري له أهله وأسرار صنعته. أي اسم مغشوشة بنحط فيه قشطة أو بالشامي أو بالحمصي وبالحلبي إيما مع الفستق الحلبي. هلأ بتروب بتنطبخ هي بتنقلها بالسمن العربي تنقلها. بعدين تنحط في الفرن بتطلع ناضجة وبتتقطر بنحط لها القطر. يتفنن الحلبيون في صنع أشهر الحلويات منذ بدايات القرن الماضي، ويعتمد أصحاب الصنعة على إدخال المكسرات والقشطة التي تضفي طعما رائعا. أكلة غزل البنات هي معروفة يا ترى على مستوى سوريا كمحافظات ولا فقط بحلب؟ لا كمحافظات، يعني أكثر شيء معروفة بحلب، هي أساسها هي بحلب. أيوة، يعني هي عبارة عن مي وسكر، مكونات غذائية طبعا مثل المي ومحل ليمون وشبة وهيك شغلات قوات غذائية. عبارة عن طبخ تدويب السكر ثم لهون، يعني بعد ما بتجي طبعا بتغلي شيء كويس بتصل لهون من كدة بتطلع مثل القطر عادي. بعد ما بصير ندعكها شوي على ايدينا بتنزل على الطحين ونضل نقلبها لحتى تطلع شعر اسمه غز البنات. تمتاز حلب بالحلو العربي الاصيل وخاصة هالمحلات. نحن بنستعمل ارقى انواع المكونات من الفستق، نوعية الفستق الممتاز والسمن العربي الممتاز طبعا، ما عدا نوعية جودة العمل. جودة العمل في هالمحل منركز عليها تمام، بشكل نحن بيهمنا أول شيء أنه يطلع من عنا شيء ممتاز ويسر الزبائن. وللحلويات الحلبية تاريخ وقصص متداولة في الذاكرة السورية. الآن إلى دير الزور حيث ترافق كاميرا الإخبارية السورية رجال الجيش في الجبهة الجنوبية من مدينة دير الزور إلى الكمائن المتقدمة باتجاه جبال الفردة. مراسل الإخبارية هناك أحمد الحمدوج وهذه التفاصيل. نحن الآن متواجدين في الجهة الجنوبية لمحافظة دير الزور في إحدى معاقل رجال الجيش العربي السوري. كما ترصد كاميرا الإخبارية السورية هذه الأماكن هي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. من هنا يحاولون التسلل بشكل يومي، وخصوصا عندما تغيب الشمس يوميا هنا تحصل اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي ورجال الجيش العربي السوري. رجال الجيش العربي السوري بدورهم يعني يحققون إصابات مباشرة في صفوف التنظيم بشكل اليوم بدون خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. من هذه النقطة يتم كشف بداية جبال الثردة، والتي تعتبر وتسمى هذه المنطقة بجبال الثردة واحد، يليها الثردة اثنين، يليها الثردة ثلاث. هذه هي جبال الثردة، تبدأ من البانوراما باتجاه مدينة الميادين، سلسلة طويلة طبعا هي بالكامل تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. من هذه النقطة يتم رصد أي محاولات تسلل من بداية جبل ثردة القريب من البانوراما باتجاه هذه النقطة. هذه النقطة تعتبر مدخل لمدينة دير الزور وخط الدفاع الأول عن مدينة دير الزور. رغم الطقس السيء والغبرة والعجاج، القوات الجيش العربي السوري عم تقوم بأصعب هذه المراحل بصد الهجوم، والهجوم هجوم شبه يومي من قبل عناصر داعش، لكن نحن ثابتون بإذن الله وجيشنا صامد
وعم يصد أي هجوم من قبلنا. هلا هاي هون نحن منطقة السردة، نحن مقابل جبال السردة، يجي عندك سردة واحد، سردة اثنين، سردة ثلاثة. أهم استراتيجية لهالمنطقة إنه عندك جبل السردة بيمنع محاولة أي تسلل باتجاه المدينة، إن كان من المطار إن كان المناطق 37 هون، يعني هون يعتبر خط أول يعني كيف بالنسبة لجبال السردة. في كل يوم اشتباكات، يعني بيصير اشتباكات باليوم مرتين أو مرة واحدة بينه وبين المسلحين، وفي تكبيد خسائر فادحة. والله معنوياتنا العالي العالي فضل الله، والحمد لله يعني قدرتنا بإذن الله، نحن أمام يعني إلى النصر بإذن الله تعالى. من إحدى معاقل رجال الجيش العربي السوري في جنوب مدينة دير الزور للإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. ميدانيا أيضا قدت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من الإرهابيين في مناطق عدة، ودمرت المزيد من أسلحتهم ومقراتهم. تقرير نادية الجنداوي. السوري يوجه ضربات دقيقة على تحصينات التنظيمات التكفيرية ويدمر مقرات وآليات ونقاط محصنة لإرهابي جبهة النصرة في ريف حمص الشمالي، ما أدى إلى مقتل العديد منهم وإصابة آخرين في بلدات وقرى تلبيسة والرستن وكيسين وأم شرشوح والغنطو. وفي ريفي حما وإدلب نفذ سلاح الجو غارات مكثفة على أوكار إرهابي جيش الفتح في بلدة التمانعة بالريف الجنوبي لإدلب، ما أدى إلى القضاء على عدد من أفراد التنظيم الإرهابي وتدمير مقرين لهم وسبع عربات وثلاث سيارات مزودة برشاشات. الطلعات الجوية طالت أيضا بؤر وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات عطشان وزور الطيبة ومعردس وعنيز والكبارية وتل الزعتر وقبيبات أبو الهدى بالريف الشمالي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. إلى الريف الغربي لدير الزور، حيث قتل وأصيب العديد من إرهابي تنظيم داعش في سلسلة من الضربات الجوية للطيران الحربي السوري على مناطق انتشار وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في محيط جبل الثردة وشرق مطار دير الزور العسكري وفي قرى الجنينية والحسينية والبغيلية. أما في درعا وريفها فقد قضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريبية في حي السد وحارة البجابجة بدرع البلد، أسفرت عن تدمير عدد من آلياتها وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفها، فيما دمرت وحدة من الجيش مقرا لإرهابي جبهة النصرة وعددا من آلياتهم شرق بلدة داعل شمال المدينة. كما فجرت وحدة من الجيش العربي السوري عبوة ناسفة بسيارة تقل مجموعة إرهابية على طريق مخيم النازحين سجن غرز جنوب درعا. وذكر مصدر عسكري أن التفجير أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من بداخلها، عرف منهم الإرهابي ثابت المسالمة متزعم ما يسمى ألوية أحرار حوران، والإرهابي حسام أبا زيد متزعم ما يسمى لواء جند الفاروق. ونتابع في هذه النشرة أيضا. ظريف يزور أنقرة واتفاق إيراني تركي على التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا. قم للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى.
أهلا بكم من جديد. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية مواصلة العمل مع الشركاء الأمريكيين بشأن سوريا. جاء ذلك في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية بأن الإرهابيين يعدون لاستهداف الجيش السوري والمدنيين بأسلحة كيماوية في حلب. وأعلنت الوزارة أيضا أنها تلقت معلومات تؤكد تورط فصائل المعارضة في سوريا المرتبطة بجبهة النصرة في قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب. وقال الفريق فيكتور بوزنيخير النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن موسكو تخطط لإرسال وفد من الخبراء الروس إلى جنيف في أقرب وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بغرض إيجاد السبل المحتملة لتطبيع الوضع في محيط حلب وفي سوريا عموما. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اتفاق إيراني تركي على التعاون من أجل إنهاء الأزمة في سوريا وإرسال المساعدات الإنسانية إليها، وذلك أثر زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة. وأفادت الدائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية لوزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين طهران وتركيا يعد إنجازا مهما لزيارة ظريف التي التقى فيها رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدرم. وإلى العناوين. كاميرا الإخبارية تواكب جوانب مختلفة من أنشطة أهالي حلب الصامدين في وجه الإرهاب. عمليات لرجال الجيش في الجبهة الجنوبية من دير الزور باتجاه الكمائن المتقدمة على جبال الثرتة. وبوتين يعز بمواصلة العمل مع الأمريكيين بشأن سوريا، وموسكو تكشف أن الإرهابيين يعدون لاستهداف حلب بأسلحة كيماوية. بأمان الله.